اسمع الكلام ده كويس. قال العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه الذم والشوم. شوف الكلمات دي عجيبة كيف. العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دور والرزق مقسوم والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه الذم والشوم. انت بتختار والله بيختار لك سبحانه وتعالى، لكن اختيار الله لك سبحانه وتعالى أفضل من شنو؟ من اختيارك أنت. أنا والله داير بيت الجيران، بعد يومين ثلاثة أنت مفلس، يجي واحد معلم يوقف الأمجاد وأمة الأمجاد، والله ما أمة الأمجاد، بعدين يوقف الأمجاد برا وينزل القوارير بتاعت البارد، وأنت قلبك مسخن، ينزلوا البارد وينزلوا الحاجات، بعد شوية يجوا يقدموا لك الكرد. والله الجمعة الجاية يسروا يشرفنا وشنو دعوة زيادتكم لتناول وجبة الغداء بمنزلنا إلى آخره، والدعوة عامة كريمة فلان لفلان، وأنت تبلع ريقك وتتحرق. والله كاتب الكلام كان ذلك في الكتاب شنو؟ مسطورة. وهناك في اختيار الله اختار لك واحد ثاني بتوافق معاك، انت يومين ثلاثة تتحرق، ثلاثة يوم تتألم، اسبوع عشر يوم شهر ثاني بتنسى دي، ما القلب ده بيتقلب بتنسى، ما مش الزول بتمر به مآسي كثيرة وبينسى بينسى. بعد فترة ثاني بعد ذاك شنو؟ اللي تزوجتها دي وجعل بينكم مودة ورحمة، ثاني امورك بتوضح بجاي وشغلتك بتبقى ماشيه تمام، والله انت ما تتضايق تقعد تبكي والى اخره، وانا ما كنت قايل كذي ولي انا يحصل لي كذي، واللي يحصل لك كذي ما الله قدر لك كذي. لكن انت لو ايمانك قوي، الله قال ما اصاب من في سوره التغابن، ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. خلي قلبك ده مهتدي، وقت المصيبة تتصرف كيف، وقت النعمة تتصرف كيف، في تؤمن بالله الإيمان الصحيح إلى آخره. وتؤمن بالله، تؤمن بأنه الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له. في الشدائد تنادي براو، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. كروبات كثيرة الله ينجيك منها، والله لا شيخ بينجيك، لا حجاب بمرقك، لا ولي لا فقيه لا صاحب لا غيره، تقعد في الإنعاش والدريبات شغالة والأجهزة، شفت لما يخط لك الحاجة زي المشبك ديك بتاعت القرب، معناه انت شغلتك دي قربت، والله إلا يشاء ربي شيئا، يخط لك بتاعت القرب وديك شغال زي الإرسال القاطع، مرات تعمل كذي تعمل كذي زي الجبال، معناه الجبال ما قوية، معناه انت شغلتك قوية لسه، مما تبقى عديل معناه انت ماشي عديل طوالي للموت، معناه انت شنو؟ ماشي مرات تمش عديل، وبعد ده الله ينجيك. يا لطيف الطف، بس يا الله مرقني من دي، بس الاجهزه دي مرقني، في عمك في البلد بعرفه باسمه، والله استاذ الزول ده مريض مرض شديد، بعدين ودوه المستشفى جابوه في بيته مشينا له زياره في البيت، قال لنا انت عارفين انا قاعد في الغرفه في العنبر الساعه 8 ولا 9 صباحا البي جاي لي مات. قال عينت كذي، قال لنا أربعة بي جاي ده مات الساعة 9:30، والله الذي لا إله غير، قال 9:30 البي جاي ده مات، جاد 10:10 ودخلوا عنبر، الناس ينو الناس بحسابات البشر مشوا،
البيجاي ده قال مات. قال قلت والله بقيت براي في اللوضة، ترى هو ملك الموت ده كان بيعزل، بعد ده بقيت براي بيجينا عديل والله. وملك الموت ما بيعزل، في زمن معين التبجيك بتخش. قال الساعة 11 ونص جو يعني الدكتور قال لي خروج، قلت الحمد لله الله ملقني يا أخي والله، قلت الحمد لله الشغلة دي كل نص ساعة ماشي زول ولا ساعة. فلذلك انت في امتحانات تمر بك، فانت بتسأل الله سبحانه وتعالى ينجيك، وإن كان ما بجوز الزول يتشاءم بشنو بالحاجات اللي حوله ما تتشاءم بها. تمشي تركب عربية نص الزلط ونص الشارع وخلق وما في زول، العربية تعطل، هذه كربة، تسأل الله سبحانه وتعالى تتوجه له ينجيك. بعد ينجيك تشكر سبحانه وتعالى، تشكر، وقبل ما ينجيك ذاته تشكر سبحانه وتعالى، تشكره جل في علاه. ففي الكربات تتوجه إلى الله، ما تتوجه لمخلوق، ما تعتر تقول يا فلان الحقنا، يا فلان افزعنا، وتلحقونه إلى آخره، ما بالحقك، ما بالحقك. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وتؤمن بالله تصرف له جميع العبادات، الدعاء لله، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، النذر لله والذبح لله. ما تبش لقبة تقول لي بتاع القبة يا شيخ، الشيخ أي ولدي لو نجح بضبح ليك، الولد الله ينجحه، الشيخ ذاته الله ينجحه في امتحانه ده مجاله ده. بعدين لو كان من الناس الكويسين، ولكن الناس دي الله أعلم. فلياك المهم ناس الكتب ديل نحن ما عارفين حالهم، ديل ما بنتورع فيهم نكشفهم، لكن مرات في واحد بيكون مات والجماعة صلبته سووا له حاجة لفوق قبة. فالمهم انت تمشي تقول لا شيخ لو نجح ولدي بأضبح لك، الولد ينجح تجي تضبح، تجمع بين عبادتين النذر والذبح، لو ولدي نجح بضبح لك، ده بيشبه شنو النذر، ولما انت تضبح له دي عبادة شنو الذبح. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لغير الله، شي فيه لعن. تمشي يا أخ لزول ميت، والله قال في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. فجميع العبادات تصرفها لله سبحانه وتعالى.